جرح 6 أشخاص بينهم جنديان من أفراد اللواء 33 مدرع بالضالع أثناء هجوم شنه مسلحون وبمنطقة سناح على عربات عسكرية كانت تحمل مواد تموينية وغذائية لحراسة الضالع الحكومية، وكانت قادمة من مدينة قعطبة باتجاه سناح. كما تسبب الهجوم بفرار 100 المواطنين من سوق سناح وبث الرعب والخوف لديهم وترك محلاتهم وممتلكاتهم نتيجة تلك الاشتباكات. وتعد هذه الاشتباكات الأعنف منذ وقف إطلاق النار بعد الاتفاق المبرم على عناصر المسلحة بالضالع واللجنة الرئاسية المكلفة بتقصي الحقائق بالضالع منذ أكثر من شهرين. يواصل أبطال